بسم الله الرحمن الرحيم. هذا البث المباشر الدرس التاسع بعد المئتين، التاسع بعد المئتين، وعنوانه قضايا بحثية اجتماعية تربوية. ويجمع هذا البث المباشر بين قناة الفتح للقرآن الكريم التي تفتح العالم للإسلام، وبين القناة التعليمية. فأرجو أن تفرفشوا معي وأن تصحصحوا معي وأن تصحصحوا معي. درس عنوانه قضايا بحثية اجتماعية تربوية. المقطع الأول اكتب على الشاشة أمامك أيها الأخ الطيب صاحب القلب الطيب والخط الحنين لو كان لسه حنين: ما أهم القضايا التي تشغل المجتمع كله الآن؟ تمام. هل نقصد بالقضايا هنا قضايا اجتماعية مما يعم في المجتمع، أم اقتصادية، أم تربوية؟ في جميع الأحوال في كل فترة زمنية المجتمع بيواجه مشاكل، الهجرة غير الشرعية مثلا، ارتفاع الأسعار مثلا، كثرة الإدمان والمخدرات مثلا، ارتفاع أسعار الذهب والمهور مما يؤخر الزواج مثلا، قلة فرص العمل مثلا، ارتفاع أسعار الدولار مثلا. فأي ناحية سترى قضايا؟ لكن أي قضايا نعرض لها لابد أن يكون لها حل. ابحث عن الحل، والحل ليس بالضرورة أن يكون عند القيادة السياسية. يعني مثلا لو قلنا ارتفاع أسعار اللحوم، ما المشكلة أن نصوم عن اللحوم وننسى اللحوم؟ ما المشكلة يعني؟ بعض السلف الصالح عاش 40 سنة على الخبز والماء، إيه المشكلة؟ ما المشكلة يعني؟ يعني كناحية دينية نقول إيه؟ إذا ارتفع سعر شيء وزاهد الناس فيه سينخفض سعره تماما، بدليل أن المقاطعة التي حدثت لكنتاكي وماكدونالد وغيره جعلتهم يخفضون الأسعار إلى 50%. ليه؟ لأن عدم الإقبال جعله يعني يفلس أو يخسر يعني. فلكي يقف على رجليه وتستمر المصلحة في الشغل عمل كده. فأنتم إذا أردتم التغلب على ارتفاع أسعار أي شيء صوموا عنه. الشرع علمتنا كده، السلف قالوا كده. أو اعتبره ليس موجودا. يعني واحد مدخن هنوعظه، هنقول له تصور أنك في مكان بعيد في صحراء وليس هناك لا سجاير ولا أي طعام، معكش غير الماء بس، هتعمل إيه؟ هتنسى الدخان. أو اتحبست في مكان وحيل بينك وبين وصول السجاير إليك، هتعمل إيه؟ تنسى. ده علاج أهو، انت بتعالج باسلوب اسمه اسلوب الترك، اسلوب الزهد.
أو أن الطبيب قال لك يا محترم إذا أردت الحياة فلا تشرب سجائر بعد هذا. دي برضو حلول بعيدة عن القيادة السياسية. أما الحيول اللي هي لها جانب سياسي إصدار قرارات معينة فطبعا دي مسؤولية القيادة السياسية في كل العصور يعني. ولكن إن الشيء يرتفع سعره ويقدم الناس عليه مما يؤدي إلى احتكار بعض التجار له، فيرتفع السعر ارتفاعا فظيعا غير متوقع بالمرة، وبالتالي فإن الشعب هو الذي يحقق بنفسه التغلب على المشاكل تدريجيا. تمام. المقطع الثاني ما أهم القضايا الاجتماعية التربوية. ده موضوع حلو. نقول مثلا ارتفاع أسعار الكتب المدرسية. قضية اجتماعية تربوية. ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية. قضية اجتماعية تربوية. الناس أصحاب القرار بالناس الغلابة. إنه الغني لن يتأثر عند ارتفاع أي سعر، لكنه يتأثر عندما لا تكون هناك سلعة أو تكون السلع الموجودة غالية عليه ولا يقدر عليه وهو محتاج إليه، زي واحد مريض ولازم ياخد حقنة معينة ولازم يشتريه وليس معه المجتمع. يعني قلنا مثلا ضعف المعلمين العلمي والأكاديمي، دي قضية تربوية اجتماعية. نقص أعداد المعلمين في المدارس اجتماعية تربوية. تمام. تهرب أو تسلل أو تسرب الطلاب من الدراسة، إن أنت تذهب للمدرسة مثلا في شهر 4 فلا ترى طالبا، الطلاب كلهم لا يعتمدون على المدرسة وإنما يعتمدون على الدروس الخصوصية. حصل. وبالتالي بنواجه أزمات شبه يومية من هذا القبيل. فماذا نفعل؟ بصراحة كل مشكلة تربوية، التربية بالذات، التربية لها 1000 مداخل لحل مشاكلها ولا تحتاج إلى خبراء. ما دام الأمر تحت السيطرة نستطيع التغلب عليه بصورة عاجلة، إلا إذا كان الأمر فوق طاقتنا وخارج إرادتنا. لكن في الأساس يا سادة يا كرام، إنما جعلت التربية للتثقيف والعناية بالشباب والبنات بأسلوب يقوي الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيمانية في التعامل مع المشكلة وفي التغلب عليه. وهذا أمر مهم 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 مهم. لا تصبر على قضية، لأنك إذا صبرت عليها سنوات وسنة 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 تؤدي إلى التصحر. التصحر يعني كأن الدنيا كلها أصبحت صحراء. سبحان الله سبحان الله.
يبقى إذن كل مشكلة حال ظهورها لابد أن يكون لها علاج فاعل، وإلا هذه المشكلة تدمر المجتمع بأسره. ولو أخذنا مشكلة تربوية ظهرت في دولة معينة ولم تحل فإنها تربك الجميع وتؤذي نفسية الجميع، وقد تؤدي أحيانا إلى التسرب أو إلى التسلل في فترات زمنية معينة. كيف نتغلب؟ نتغلب بالثواب والعقاب، بالثواب والعقاب. إذا ضربت أوجع، إذا أحسست أن الفصل يتسلل من بين يديك وقع عقوبات، ليس بالضرب، وقع عقوبات مالية نفسية وهكذا. تقوية الطاقة الإيجابية والناحية النفسية هذا يعتبر تغلبا على كل القضايا التربوية ذات الجانب الاجتماعي. أما الناحية الاقتصادية فهذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة دائما مشغول. المقطع الثالث، كيف يكون البحث العلمي، كيف يكون البحث العلمي متفاعلا مع القضايا الاجتماعية والتربوية. تمام، ده كلام جميل وممتاز ومتميز ورائع. خلي بالك من هذا الكلام الطيب. مرة تانية، كيف يكون البحث العلمي متفاعلا مع القضايا الاجتماعية والتربوية؟ دي أهم شيء. البحوث اللي هي بتركز على حل مشاكل المجتمع ناجحة 100%. يعني مثلا ارتفاع نسبة الأمية في مصر في فترة معينة والدولة بدأت حثيثا إلى علاجها الأمية بطريقة حضارية ومعاصرة، ممتاز. التغلب على الأمية، التغلب على الأمية. رقم اثنين، بتظهر قضية حساسة وهي وجود نوعية من المعلمين بتعطي داخل الفصل بشكل وفي الدروس الخصوصية بشكل آخر وملاحظ وكذا وكذا. هذا علاجها في الثواب والعقاب، لا خلاف على هذا. الحمد لله رب العالمين، بلادنا رغم المشاكل التي فيها لا زالت متماسكة صراحة، وهذا شعب عظيم وهذه شعوب عظيمة تصبر على اللأواء ولسان حالهم مع ربهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. يا سلام، لن نحتاج فلسفة في إقناع الناس أن المشاكل لابد أن تحل بحالة من الرضا والانتظار والترقب حتى يشعر الناس بالأمان. والله تعالى جمع بين الأمن وبين الطعام، يعني اعطني الطعام وافعل به ما تشاء. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ما هذا الجمال.
فربنا ربط بين قضية الطعام، ان الطعام لكي يكون متوفرا لازم الامن. لو اعطيتني اشهى انواع الطعام وقلت لي هذا المكان هيظهر في تعابين وكذا وفي إيران وبعد شوية الباب هيفتح عليك ويدخل في أسد، لا يا سيدي خد أكلك واعطني رغيف خبز أغمسه بالماء بس يعطيني أمن. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله. والحواريون مع سيدنا عيسى عليه السلام استنبطوا هذه النظرية، قالوا نريد أن نأكل منها، يعني المائدة، وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقال لك ايه؟ ناكل تطمئن القلوب، فاذا ما اكلنا شبعنا، فاذا ما شبعنا كفانا هذا الهم. شكرا 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 شكرا. ونحن على يقين ان تكامل الشعب وتضافر الشعب ومحبة الناس لبعضها هذه تتغلب على كل المشاكل، إلا المشاكل اللي هي حلها ليس في أيدينا صراحة، يعني قد يكون حلها في يد غيرنا. ولكن لك أن تأخذ مثالا لكي نختم به مجلسنا الطيب المبارك الذي سعينا إليه كي يصحصح الناس ويبعد عنهم الإفلاس والنعاس، كي يصحصح الناس ويبعد عنهم الإفلاس والنعاس. مثال إيه؟ زمان كان هناك نوعية من البشر لا تبالي بمشاعر الآخرين، يعيش لنفسه فقط وليس عنده رغبة أن يساعد أحد، فبيظهر حالة اسمها التكاسل الاجتماعي. دي بقى مشكلة التي سأختم بها، التكاسل الاجتماعي، يعني الناس لا تنهض ببعضها وكل واحد كسول كده قاعد في بيته كده مش دعوه بغيره، الدنيا طالعه نازله، الناس تعيش الناس تموت، ما لا شأن له. مما جعل الناس يتفاوتون في التفاعل والتعامل مع المشكلات اللي بتظهر ويتغلبون عليها بكل تفاعل. إذا لم يتفاعل الناس بعضهم مع بعض ستبقى المشكلة كبيرة. أيها السادة الكرام، انتهى وقتنا ولم ينتهي حبنا، نكمل مسيرتنا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.